مدير إدارة حرس المرافق التعليمية بوزارة التعليم. سيد محمد، أهلا بك. أهلا وسهلا بك، دعنا، اسمح لي من خلال هذا المنبر. نعم ألو، نعم أستمع إليك سيد محمد. اسمح لي من خلال هذا المنبر الحر أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة شيوخ وحكماء بلدية تزربو، وكذلك السيد مسؤول قطاع التربية والتعليم بتزربو، والسيد رئيس فرع إدارة حرس المرافق التعليمية تزربو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. ولا ننسى الأخوة خلف الكاميرات وخلف الكاميرات، وخاصة مراسل النشط والخلوق التابع لقناتكم الموقرة السيد محمد القبوسي المجبري. نعم نعم سيد محمد، ضعنا في تفاصيل أبرز النقاط التي تم تداولها في هذا الاجتماع بداية. أبرز النقاط التي تناولها هو العجز القائم في المؤسسات التعليمية، نعم، وعدم وجود بعض النواقص مثل الأغطية والمراتب والتدفئة في المدارس، وأيضا عدم تواجد أو عدم إنشاء حجرات الحراسة المرافق التعليمية بالمدارس. نعم. ومن خلال هذه المؤتمر أو الجلسة قدمنا بعض المقترحات، وآملين من السيد وكيل وزارة التعليم أن يذلل لنا هذه الصعاب. طيب سيد محمد، جهاز حرس المرافق التعليمية هل هو مثلا جهاز مستحدث أو مثلا هو مفعل من قبل ولمن يتبع؟ لا، هو كان جهاز في السابق، ولكن صدر قرار 706 انضم إلى إدارة التعليم، والآن إدارة من إدارات التعليم. نعم، وتم تفعيلها في 28/8/2016. هو يتبع لوزارة التعليم إذن؟ يتبع وزارة التعليم مباشرة. نعم، أشكرك محمد التركاوي، شكرا. مدير إدارة حرس المرافق التعليمية بوزارة التعليم.